الخطة 75 في ايد خفية تدعم المثلية، ازاي نقلل النسل وازاي نبيح قانون الاجهاض العالمي، بنهدم الاسرة. خلي بالكم من الافكار المدسوسة. في مهرجان كان سينمائي لفرنسا اتقدم فيلم اسمه الخطة 75، فيلم ياباني على الموت الرحيم. اليابان فيها حوالي 30 مليون معمر فوق ال 75 سنة، كانوا بيفكروا انه ازاي يبقى في موت رحيم. لما تيجي تفكر على الموت الرحيم، يعني بمعنى ان الناس دي طواعية يختار نهاية لعمره لانه مصاب بالامراض المزمنة، سواء سرطان او امراض ليس لها شفاء، او بقى معظم اولاده ماتوا بقى لوحده، او هيبقى في دار مسنين ما فيش حد مهتم بيه، او ما بقوش ليهم رغبة في الحياة. وكتير جدا من الكبار في السن بيحصل لهم نفس الاحساس ده. بس هل ده حقيقي ممكن يحصل؟ هل ممكن انسى فضل امي وابويا اللي ربوني وكبروني وعلموني وفضلوني على انفسهم؟ ربنا يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل ده لما ربنا يقولك لما يجي يكبروا وينحنوا يقول لك ازاي توطي ليهم وتجيبهم واخفض لهم جناح الذل من الرحمه وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ ربك اللي خلق ما كانش يعرف ان هو في علمه الازلي لما يوصل حد عند سن معين يقضي نحبه؟ تنتهي كل الكلام ده؟ ولا في قوانين خارجيه اخرى عاوزه تفضي الارض ومن عليها للاجيال القادمه؟ الكبار في السن ازاي نتخلص منهم بموت الرحيم؟ ازاي نقلل النسل وتنظيم الاسره ونعاقب الناس اللي بتخلف؟ وازاي بقوة خفية تدعم المثلية، بنهدم الأسرة؟ لأن لما يكون في زواج ما بين المثليين مفيش أطفال بيجوا، واحدة تبقى ليها علاقة بواحدة وراجل يبقى ليها علاقة براجل، اللي هو ضد قوانين وسنة الحياة وبعيدا عن المحرمات كمان لربنا أنزل فيها قرآن وأنزل فيها كل كتب السماوية. وازاي نبيح قانون الإجهاض العالمي؟ وازاي نفكك الأسرة ان احنا ندور على حقوق المرأة بشكل مبالغ فيه لدرجة لما تتجوز تاخد نص ثروة الزوج، وبالتالي يبقى الصراع على كده يقولك اتجوز ليه؟ تاخد نص ثروتي، يبقى مش هتجوز من أصله، يبقى مش هيخلف من أصله. في إيد خفية بتلعب في أدماغنا، وبالتالي ناخد بالنا من عيالنا ونحصنهم. الدين حصن والثقافة حصن، وناخد بالنا مش نقلد الغرب في كل حاجة، هم مش متقدمين في كل حاجة، ونعتقد ان هم سبقونا في كل حاجة، احنا سابقينهم في حاجات كتيرة جدا، بس احنا نشوف اللي في ايدينا ايه، ثرواتنا اللي في ايدينا ايه ونحافظ عليها. نادي النجاح موجود للكل، مفيش حاجة اسمها امريكاني ولا ياباني ولا صيني، اي حد في النادي ده ممكن يدخل بعضويته، بس هو المجتهد. بس خلي بالكم من الافكار المدسوسة، وخلي بالكم من اهليكم لما يكبروا عزوهم، خلي بالكم لما يكبروا شوفوهم. اما يبلغن عندك الكبر عندك في بيتك، اما يبلغن عندك الكبر، وبالتالي انت مسؤول حتى ومش هتقدر توفي حق ابوك وامك ولا جدك ولا جدتك حتى لو عملت كل عمرك خدمة ليهم. انت في يوم من الايام بتقول ربنا يرحمهم بقى دول تعبوا، لكن لو انت تعبان الام تموت جنبك عشان تنقذك، عمرها ما تقول ابدا ربنا ياخده بقى عشان استريح او يرحمه من تعبه، استحالة. خلي بالكم من الفارق، اشوفكم دايما بخير.